تداولت صفحات فيسبوكية قبل قليل صورة يقال أنها للأستاذ المعنف من طرف تلميذه بالثانوية التأهيلية سيدي داود بمدينة ورزازات، حيث أثار ظهور آثار الضرب المبرح على وجه التعاطف الفيسبوكيين الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على التلميذ. لكن مصادر أكدت أن المعني بهذه الصورة هو أستاذ من مدينة بني ملل يدعى سي إبراهيم، تعرض لحادث سير بالدراجة الهوائية وفقد ذاكرته بشكل جزئي، لكن حالته تحسنت وبدأ يسترجعها تدريجيا. هذا وقررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات بعد انتشار الفيديو الصادم تقديم شكاية عاجلة إلى وكيل الملك ضد التلميذ المعتدي، مع إفراد لجنة إقليمية إلى المؤسسة من أجل التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات التربوية والتأديبية اللازمة.